السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم زينب من قناة فوديز، واليوم جيت باش نصيبو مثلجات ماك فلوري ديال ماكدونالد. غنخليكم على غوسيت. المهم غنحتاجو 3 ديال المكونات: 400 مليلتر ديال لا كريم فريش ليكيد تكون حلوة، نص بو ديال نسلي، حليب مركز محلى، وفاني. غادي ناخدو المكونات ديالنا كاملين نديروهم في ان بول باش غادي نطلعو الكلاص ديالنا. دونك ما تحتاجوش السكر حيت لا كريم ليكيد سكري والحليب مركز محلى سكري. دونك كنطلعو الكلاص ديالنا بباتر على هاد الشكل. انا غادي نوريكم كيفاش غادي يولي. كما كتشوفوا كنبقاو نباتيو حتى كيولي على هذا الشكل، حتى كيضاعف الحجم ديالو وكيولي زعما كما كشكلتو كيبقى. دونك غادي ناخذو بواطا ولا اي حاجه نقدر ندخلوها للثلاجه، وغادي نحطو فيها الكلاص ديالنا، وغادي نخليوه في الكونجيلاتور ليله. دونك كما قلت لكم كيبقى ليله كامله في المجمد، وعاد باش ديك الساعه كنقدروا نخرجوه ونقدموه بالصحه والراحه. دونك في اليوم التالي غادي نجي نصايب معكم كراميل اللي كيتقدم معاه بطريقه سهله، وحتى هو بثلاثه ديال المكونات. دونك نحتاجو كاس ديال السنيده، غادي نديروه فوق العافيه حتى يولي كراميل، حتى يولي اللون ديالو احمر وسائل. كيما كتشوفوا كيبدا يولي على هذا الشكل، كنخليوه حتى كيدوب كامل. دونك فهاد اللحظه كنبداو نزيدو الحليب بشويه بشويه، ما تخافوش غادي يبدا يقصح لكم في شي جوايه، غيبدا يتجمع في شي جوايه، ماشي مشكل، غير حركو مزيان وغادي يبقى يدوب بار لا سويت بالحراره، غادي يرجع يدوب. دونك غير بشويه بشويه كنزيدو الحليب وكنبقاو نحركو مزيان. كنبقاو بحال هكا حتى كنكملو الكميه ديال الحليب كامله اللي عندنا، اللي هو نص كاس ديال الحليب. ملي كيندمج الحليب مزيان كيبدا يعطي هاد الفقاعات، كنزيدو كنديرو الزبده، 30 غرام ديال الزبده، مقدار معلقه كبيره عامره ديال الزبده.
كنخليوها حتى كتذوب حتى هي وكنبقاو نحركو باش كيندمج الخليط مع بعضياته. اذا ملي كتذوب لينا الزبده على هذا الشكل كيكون الخليط ديالنا وجد، كنحركوه مزيان باش كيندمجوا دوك المكونات مع بعضياتهم، ما كتبقاش الزبده طالعه الفوق. وكنشدو كنديروه في ان بول ديال الساج ولا بواطه ديال الساج باش كنقدروا ندخلوه للثلاجه. دونك ملي كيبدا يبرد كيولي على هذا الشكل كراميل اللي كنلقاو في المحلات الكبيره. دونك الكلاص ديالي انا من بعد لي قدمتو على هذا الشكل. كنتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم، جربوها وردوا عليا في لي كومونتير، وما تنساوش تابوناو لما كنتوش مابونيين. شكرا ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.